العام الدراسي ابتدأ وما زالت الموصل تئن تحت وطأة الخراب والدمار وتفتقر لأبسط قواعد العيش التي تقوم عليها المدن، إلا أن هذه المدينة لا تفقد الأمل، وعلى الرغم من المعوقات والصعوبات التي واجهت الجانب الأيمن المدمر من المدينة إلا أنها انتصرت عليه بإرادة أبنائها، فافتتحت أول مدرسة في هذا الجانب المتضرر بنسبة تصل إلى أكثر من 80% بحسب الإحصاءات الحكومية. بمناسبة العام الدراسي الجديد افتتحت مدرسة المكاسب. طبعا هذه المدرسة عمرت بمجهود خيري يعني من قبل المنطقة، واستقبلناها وإن شاء الله يكون عام دراسي عام تفوق وازدهار خدمة لبلدنا العراق العزيز. العام الماضي المنطقة القديمة عانت بسبب إيش؟ هجرتها أو نزوحها من المنطقة، وعانت ما عانت بالنسبة من قبل يعني إدارة المدارس في الساحة اليسار، يعني كانت معاناتهم يعني من ناحية القبول وما قبول، فعانت كثير. وأسباب رجوع الأهالي على هذه المناطق هي افتتاح المدارس، كون هذه المدرسة مثل ما قلت يعني أول مدرسة هي فتحوها بشهر الثالث. الأهالي يتمنون ازدياد أعداد مدارس الجانب الأيمن المنكوب والذي لا يجد من يمد يد العون لساكنيه، فمدرسة واحدة لا تكفي، والكثير من النازحين قرروا العودة إلى مناطق سكنهم على اعتبار أن الحياة في الموصل لن تنتهي وأنها ستنهض من جديد. أتمنى أن يفتحون المدارس الأخرى، لأن المدارس الأخرى بعد لي حدنا ما مفتوحة، ومن ضمنها مدرسة البتول، وعدونا بكرفانات، وحالياً هسه نحن نفتح مدرسة المكاسب والمكاسب زخم عليها. دوام يعني العام الماضي ما كان أكو مدارس بالمنطقة القديمة خاصة، واليوم الحمد لله فتحت مدارس وعندنا بعد مدارس يعني أخرى ما بعد ما فتحت، وإن شاء الله موفقية للجميع وجميع طلبتنا. الطلبة تسلموا كتبهم الدراسية جميعها، كما وزعت عليهم القرطاسية مجانا لتخفيف العبء عن أهاليهم وتشجيعهم على الدراسة برغم ما تشهده المدرسة من اكتظاظ. اليوم أول يوم دراسي وانفتحت هاي المدرسة ورجعنا على المدارس، وهاي صارنا 3 سنين ما مداومين، بحرمون الدواعش وما خلونا نداوم، زعلنا كتب قرطاسية جو أصدقائنا كلهم ورجعنا. مدارس كثيرة تعرضت للدمار في هذا الجانب، الأمر الذي انعكس سلبا على الطلبة حيث حرم عدد كبير منهم من التعليم في العام الماضي. وعلى الرغم من الصعوبات التي تعترض استمرار العملية التعليمية في الجانب الأيمن من الموصل، إلا أن مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، ومساعدة الأطفال في الحصول على تعليم جيد لن يؤدي إلى تحقيق الانتعاش والتعافي في الوقت الحاضر وحسب، بل من المؤكد أنه سيضمن مستقبلا أفضل لأجيالنا المهددة بالأمية.